Et je trouve qu'en France, on n'est pas aussi largement courageux que le sont les Algériens et qu'on ferait bien de s'inspirer d'eux. هكذا وصف صحفي فرنسي مخضرم مسيرات الثامن مارس بالجزائر. أما الصحافة الفرنسية هناك فوصفتها بالمسيرات الفريدة من نوعها عالميا التي لا تشبه أبدا المسيرات التي شهدتها عواصم العالم. موقع قناة فرانس 24 نقل صورا عن نساء التحفن الراية الوطنية مع تخصيص قراءة للصحف الجزائرية التي أشادت بالمسيرات المليونية وصفة الشعب الجزائري بالرائع. أما صحيفة لوموند فخصصت مارشاتها الرئيسي للمشاركة القوية للمرأة الجزائرية في المسيرات مرفقة المقال بصورة لفتيات وسط المظاهرة وهن يرتدين العلم الجزائري وملامح السعادة بادية على وجوههن. ليبراسيون لم تخرج عن إطار المشاركة الكبيرة للمرأة في المسيرات السلمية وقالت أن الأخيرة كانت بملامح أنثوية. المقال أرفق بصورة للمجاهدة الرمز جميلة بوحيرد وسط حشود المتظاهرين رافعين الرايات الوطنية مع شعار لن يتحرر الوطن إن لم تتحرر المرأة. أما قناة اس ان ان الأمريكية في موقعها الإلكتروني نقلت بعض الطرائف التي ميزت المسيرات مثل الشعارات التي رفعتها بعض الفتيات والتي حملت أمنياتهن كالزواج مثلا. وكالة رويترز البريطانية وصفت المسيرات بأنها الأكبر منذ انتفاضات الربيع العربي التي عمت دولا عربية، ونفس العنوان اعتمدته قناة البي بي سي البريطانية. أما القدس العربية خصصت روبورتاجا مصورا لنساء شاركن في المسيرات ورفعن شعارات سلمية سلمية ملتحفات الراية الوطنية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.